اهلا اهلا، مساء الخير او صباح الخير على حسب الوقت اللي عم تشوفوا فيه هذا الفيديو. السلام عليكم يا جماعة، يا اهلا وسهلا، كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين. اوكي، طيبين ولا مش طيبين؟ طيبين ولا لذيذين؟ مجهز لكم مجموعة مواقف، في منها مفيدة في منها بتضحي وكذا، فيعني روحوا جيبوا شيء كلوه عشان تشوفوا الفيديو، تشوفوا الفيديو بدون ما تاكلوا شيء. ليش؟ روحوا حضروا لكم شيء وبعدين تعالوا نحضر مع بعض. اوكي، اول موقف يا جماعة، ايام الابتدائي انا معروف علي انه انا جدا، يعني احكي الصراحة، انا كنت مجتهد، يعني كنت اكل الورق يا جماعه، الورق كنت اكله، فكنت جدا مؤدب، الطالب المؤدب اللي بالصف، انا ومجموعه من الشله، انا ومجموعه من الشباب، في ناس لا كانوا مشاكسين، انا لا. فالطالب المؤدب يا جماعه لما يجي يدخل على الصف، اي طالب مؤدب بدق الباب بعدين بدخل، اما الطالب المشاغب ما بدق الباب، بدخل على طول وهيك بتحسه هو غريب بالصف، ولكن احنا غير، اول ما ندخل على الصف بندق الباب بندخل، هذا شيء طبيعي. ولكن الشيء الغير طبيعي اللي انا عملته، اللي في يوم من الايام كنا احنا بنص الدرس، بعدين المعلمه قالت لي روح جيب شيء غرض، مش متذكر شو هو الغرض، قالت لي روح جيب من برا، قمت من المقعد اللي انا فيه، رايح متجه للباب لافتح واطلع، رحت دقيت الباب وطلعت. لا لا لا، خليت الطلاب كلهم يضحكوا علي، ليش حدا بدق الباب وبيطلع؟ انا متعود ادق الباب وادخل، انا مونتينج متعود لما اشوف باب ادق وادخل، ولكن انا صار في عندي ايرور وانا صغير، فانا انا انا قدام الباب ولازم اطلع، على طول مخي قال لي دق الباب بعدين اطلع. وصار في موقف فكاهي صراحة بين حتى المعلمة ضحكت، كله وعمت الكهكه في المكان علي انا. الموقف الثاني، في يوم من الايام صحيت من النوم وكنت متجه للمدرسة وانا نعسان وتعبان وراي الف شغلة وراي واجبات واختبار وكذا، نعسان نعسان، حتى وصلت متأخر، فدقيت الباب ودخلت على الصف. تمام، اول ما دخلت على الصف كان عندنا اول حصة رياضيات، معلمة الرياضيات اذا كنت عم تشوف الفيديو فانا والله لهاليوم وانا في محبة كبيرة مني لها، هي السبب بعد الله في انه انا بفهم بالرياضيات، هي اسستنا جد. المهم اول ما دخلت على الصف لسه قبل ما اسلم قدام الطلاب سألتني سؤال، والسؤال كان شو اتقل، كيلو حديد ولا كيلو قطن؟ انا سألتني هالسؤال وانا نعسان ونايم، قلت لها كيلو حديد ولا كيلو قطن، معروف انه الحديد هو اثقل من القطن، فاكيد كيلو الحديد هو اثقل، فقلت له بكل صراحه وبكل قوه وبكل ثقه، قلت له طبعا كيلو الحديد اثقل من كيلو القطن. هون كان الموقف المحرج الثاني اللي صار معي. يا جماعه انتوا فهمتوا ولا مش فاهمين؟ كيلو حديد كيلو قطن، الاثنين كيلو يعني الاثنين نفس الوزن، عارفين علي؟ المفروض اقول الاثنين متساويين، فاهمين علي صح؟ فقالت لي اخ وقاعد بالفخ، جوابك غلط، الاثنين نفس الوزن. انا قلت كيف؟ لا لا، قعدت افهم وانا صغير وابتدائي ومش فاهم كيف كيلو حديد متساوي مع كيلو القطن، كيف؟ ما هو الاثنين كيلو، كيلو حديد كيلو قطن، ولكن مو انت كان نعسان ما فكر فيها. نفس الشيء في سؤال ثاني، مين اكبر، خليه الفيل، خليه الحيه اللي بالفيل ولا خليه الحيه اللي بالفار؟ فيل وفار مين اكبر؟ الجواب هو متساويين، نفس الخليه واحده، فاهمين علي؟ الموقف الثالث يا جماعة، في يوم من الأيام خلصنا الدوام، خلصنا الدراسة الحمد لله، المرة بعد الدراسة أوكي، وأنا طالع من المدرسة، بتعرفوا أنتوا أنه في باصات والباصات بيكون فيها طلاب كذا، وكان في ولد صغير أنا هالولد بحبه، هذا الولد هو ابن معلمة الرياضيات اللي أنا كمان بحبها، هم الاثنين بحبهم أنا. المهم فهذا الولد أنا كنت جدا أحب أحكي معه وكذا، وكان هو يعني أوكي الباص فوق، الباص كبير، فالباص فوق أنا تحت، فلازم لما أحكي معه أطلع لفوق، هو بيمد ايده لتحت ليسلم علي، فاهمين علي صح؟ اوكي، فكنت انا عم بحكي معه، هو فوق عم بحكي معي، فهو اجى هيك بده يمسكني، فبالغلط مسك نظارتي يا جماعه، هو عمره خمس سنين، مسك نظارتي يا جماعه، وانا عم بحكي معه، مسكها سحبها وكبها. ليش؟ ليش؟ وانا بس قلت كبها، لا لا لا، على طول ركبت على النظاره، اشوف هنا النظاره انكسرت يا جماعه، انا اكثر شخص بحياتي كسرت نظارات يا جماعه، كان ابوي كل يومين نظاره يا حرام، ادخل اروح على المدرسه اطلع مكسور نظارتي كذا، فلهلا انا صراحه ما نسيت الموقف، يعني جيت اسلم عليك واضحك معك تمسك نظارتي وتكب بلاش، هو حس انه هو ما بعرف ولد صغير حس انه ليش هذا حاطط زجاج على عينه؟ ليش هيك يعني؟ ليش وانا مش حاطط؟ كب له اياها. يس. والموقف الثالث هذا بياخذنا للموقف الرابع، في يوم من الايام يا جماعه كانت نظارتي مكسوره يا جماعه، وانا ما بدي اغيب عن المدرسه، يعني انا لما تنكسر نظارتي ما بشوف اللوح، ما بشوف كويس،
فاجباري لازم اغيب، وانا لو غبت راح يروح علي دروس وانا طالب مجتهد، فاهمين يعني؟ سبحان الله كل موقف مرتبط بالثاني. كان لازم اني اروح اداوم ونظارتي مكسوره. اوكي، وصار اللي صار يا جماعه، رحت داومت بدون نظاره، مش عم بشوف شيء، بس لازم اني اداوم. يا الله على الاجتهاد. اوكي، ولكن يا جماعه النظاره كانت كلها مكسوره، بس شيء وحيد مش مكسور واللي هي عدسه واحده بقيت شغاله، وعدسه الثانيه انكسرت، الهاي انكسر، كل شيء انكسر، بس انه عدسه واحده تشتغل اوكي وما انكسرت. فداومت في ذلك اليوم، وبتعرفوا انتم المعلمه والاستاذ بيشرح الدرس وخلص، ولكن بعد الشرح شو بيصير؟ لازم احنا نكتب على الدفاتر اللي مكتوب على اللوح. الطلاب كلهم بلشوا يكتبوا وانا مش شايف اللي على اللوح، كيف بدي اكتب؟ طلعت من حقيبتي العدسه اللي ما انكسرت. نعم يا جماعه، طب كيف بدي اشوف فيها؟ احذروا كيف قعد اعمل هيك، اقسم بالله قعد اعمل هيك هيك. والمشكله مش هاي يا جماعه، الطلاب كلهم شافوني عم بعمل هيك ضحكوا علي يا جماعه، وهذا كان موقف القرصان مونتي. بس عشان بدي اشوف اللوح، يعني انا حتى ما خطر ببالي اني اقعد اول صف. والله كنت قاعد ورا واكتب اكتب اكتب اكتب. ايش بك مونتي؟ طب ما غيب وبكره تنسخ الدرس. لا انا مستحيل اغيب على المدرسه. هذا زمان ايام الابتدائي، لكن ايام الثانويه الحمد لله خلصت من الثانويه. لا انا ما كنت اغيب ابدا، لا بحياتي كلها ما كنت اغيب، لا حتى ايام الثانويه. لا اصلا مين بغيب ايام الثانويه؟ لا ما في حدا بغيب. لا اللهم سامحني على الكذب. واللي بتسال هاي من وين جبتها، هاي من فتره انكسرت نظارتي وانا كبير هلا. كسرت نظارتي يا جماعه، فكان عندي احتياط، كل عارف انا عامل احتياط، عارف ان نظارتي بتنكسر وفي احتياط لازم يكون عندي وكذا. بعد كم يوم ان شاء الله بدي اروح اعمل كمان واحد يعني احتياط عن هاي في حال هاي انكسرت. الموقف الخامس يا جماعه شوي مؤلم او مؤلم كثيرا بالنسبه لإلي يا جماعه. في يوم من الايام كنت انا بالصف عم ننسخ، كلنا كنا عم ننسخ اللي مكتوب على اللوح، فالطلاب عم ينسخوا وانا عم بنسخ والكل عم ينسخ، وكانت مقاعدنا هي هاي المقاعد، انا قاعد عليها وكان في واحد قاعد جنبي، وكان مقعدي انا محطوط على الحيط، فكان اللي قاعد جنبي على الحيط وانا برا، فاهمين انتوا؟ نعم اوكي. فجاه يا جماعه واحنا كلنا عم ننسخ، اللي قاعد جنبي حب انه بده يقوم يدخل الحمام، مش عارف وين هلا بده يقوم، واحنا عم ننسخ اوكي، وانا عم بنسخ والدفتر قدامي وعم بكتب والطلاب عم يكتبوا، هو المحترم اللي قاعد جنبي ما اجى قال لي ممكن تقوم بس شوي عشان انا بدي امر، لا، شو قال لي؟ قال لي بس نزل ظهرك عشان انا بدي امر من وراك، فاهمين انتوا؟ بده يقوم يوقف وينط من وراي، وانا عم بكتب قلت طيب، نزلت ظهري، هو قام من وراي، ما بعرف شو صار، وقع علي يا جماعه. مش هون المشكله، لما وقع علي كنت انا عم بنسخ بقلم الرصاص، الرصاصه اللي انا كنت عم بنسخ فيها ما بعرف كيف القلم انطعش، دخلت الرصاصه بايدي يا جماعه، ولهذا اليوم يا جماعه الرصاصه ما زالت بايدي بعد مرور اكثر من 10 سنين على الحادثه، وهي لسه بايدي محلها، لو انا بشوفها اياها مبينه، فما بعرف لليوم هذا وهي موجوده. لما صارت الحادثه اقسم بالله توجعت وجع، الالم دخل بايدي يا جماعه، تخيلوا الم رصاص يدخل بايدكم. اوه، وكثير ناس قالوا لي انه ممكن يصير فيه تسمم وكذا، بس الحمد لله رب العالمين هلا ما صار شيء، وباذن الله ما يصير شيء. ما بتطلع الجلد مسكر، لازم عمليه جراحيه لافتح الايد وتطلع، فاهمين؟ ولو كانت بالبطن بتتحلل، بس هي بالايد شو بده يحللها؟ حتضل للابد. اوكي، هذه كانت بعض المواقف اللي حبيت احكي لكم اياها. اذا استمتعتوا بالفيديو تعرفوا شو تعملوا، لايك كومنت سبسكرايب، وانا راكم على خير في الفيديوهات القادمه ان شاء الله. حطوا لايك ها. اوكي.